زي ما اتفقنا ده الوش يا جماعه اهوت الخاص بالساندوتش ميكر بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. مش احنا على طول بنخلص بنلف الساندوتش وبعد كده بنحطه هنا وبعد كده بنقفل عشان تعمل المارك اللي احنا عايزينه وفي نفس الوقت تخليه لي مقرمش وحلو. لا انا هحط فيها العجينه على طول ونسويها وهنعمله باكتر من حشوه. والاوشاش دي اصلا بتتغير دي كده اهي، وبتحطي بقى ايه وشاش تانية زي ما انت حضرتك عايزه. طبعا هي سخنه خلي بالك بقى، لازم اكون مسخنه طبعا قبل ما اشتغل بقى اي حاجه، وملهاش ملهاش مثلا اللي هو درجات حراره، لا هي بتشتغل على درجه حراره معينه. تاخدي وتحطي على طول وتكبسي 3 دقائق طلعي احلى سندوتش في الدنيا. طيب الفكره عباره عن ايه بقى؟ بص انا بجيب كوبايه لبن بحطها هنا وتكون دافيه، وبقوم حاطط عليها معلقه صغيره من السكر، وبقوم حاطط عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وبعد كده اهوت بنقوم ايه مقلبين، واقوم حاطط عليها علبه زبادي صغيره، علبه زبادي صغيره. جميل؟ نقلبنا الكلام الجميل ده كله مع بعضه. بعد كده اقوم رايحين فين؟ عندي على العجان اللي موجود هنا اللي انا هحط فيه نص كيلو من الدقيق، ادي الدقيق بتاعنا قدام حضراتكم، المقادير قدام حضراتكم اهوت، 2 كوب ونص. بعد كده نقوم حاطين عندنا ادي عندنا باكو كوبايه من الحليب الدافي، وباكو خميره فوريه، ومعلقه صغيره من السكر او معلقه كبيره بصحة من السكر، ومعلقتين كبار من الزبادي او هي علبه زبادي، يعني علبه زبادي صغيره يعني هي تظبط معاك الدنيا يعني. وبعد كده عندنا معلقه كبيره زبده ورشه ملح، يعني رشه ملح ديت اهم حاجه في العجينه. اقوم مدي رشه ملح دلوقتي اهيت. وبعد كده نبدا نحط عندنا الزبده كده اهوت مكعبات عم حمدي دلوقتي تتضرب كده في الاخر اهي. تنزلي الزبده كده، الزبده تكون طريه معاكي. تظبط معانا الدنيا جدا. ما اعتقدش ان هي محتاجه اي حاجه سايله ولا محتاجه اي حاجه تاني، هي كده ما شاء الله. بص العجينه تمام التمام. سيبها بقى تخدم براحتها. تيجي نسخن بساندوتش كده حمدي؟ هنسخن بواحد كده اهوت ونشوف الموضوع ده ماشي ازاي. طيب العجينه اهي، دي العجينه اللي احنا بنعجنها وبنبدا ان احنا نقسمها من غير ما نكورها خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد عندي شويه دقيق صغيرين كده، ناخد اول قطعه من العجينه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وبنبدا ان احنا نفردها بايدينا، بايدينا ولا محتاجه فراده ولا محتاجه اي حاجه خالص. اخد عند القطعه الثانيه اللي هي الوش بقى بتاعها من فوق، واقول لك حاجه في منتهى السهوله والله، تعمليها في البيت سهله جدا 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 كده تمام. بعد كده بقى تعالوا بقى نشوف هنبدا ايه نشتغل اول حاجه ايه. تعال نجيب عندنا الجبنه الرومي صح كده، دي اسهل حاجه. ادي 3-4 شرايح كده من الجبنه الرومي، فلفل اخضر، حلو الكلام، طماطم زي الفل. هم دول الثلاث حاجات اللي عامل بيهم الساندوتش كلنا موجودين عندنا الحاجات ديت، شويه زيتون شرايح لو عندك. هجيب عند الجبنه الرومي ونقوم مقطعينها كده، وبعد كده بقوم واخد عندي الجبنه الرومي كده مقطعها، جايب عندي شويه فلفل اخضر، فلفل اخضر رومي، هقوم ايه مقطعينه هنا مكعبات، شويه طماطم، تمام، شويه زيتون شرايح. ساندوتش كده ايه، ده اسهل حاجه في الدنيا صح كده. نقوم مقلبين الخلطه دي مع بعضها الكلام الجميل ده اهوت، ونقوم واخدينه ورايحين هنا حاطينه بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده اهوت بالراحه خالص. كده عاملاه كده وروقيه كده وايه وظبطيه
من الحشوات اللي احنا حطيناها ديت. بعد كده بنبدا نعمل ايه؟ نقوم واخدين عندنا القطعه الثانيه ديت كده اهو، ونقوم حاطينها كده عليها من فوق، وناخد الحروف دي نسكنها بس كويس قوي بايدينا كده اهوت، نسكنها بسم الله كده. بعد كده يا استاذ حمدي نقوم واخدينها كده ونقوم قلبينها على كده على الوش الثاني. المكنه دي بقى بنقوم حاطين فيها ايه؟ يعني سن زيت بسيطه جدا. في بخاخ زيت يا شباب عندكم؟ لو فيه يبقى كتر خيركم، مفيش انا هتصرف اهو. لا لا خلاص ممكن الفصل اللي بعد كده بس نجيب ايه بخاخ زيت ده احسن. هجيب شويه زيت كده صغيرين كده اهو، واقوم ايه داهن كده حاجات بسيطه جدا من الزيت. ونقوم واخدين يا استاذ حمدي الكلام الجميل دهوت كده، ونقوم حاطينه هنا كده بسم الله. وبعد كده نقوم قافلين بس كده، ونقوم سايبينها لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. اظن مفيش اسهل من كده، سهله جدا جدا وبسيطه، وهي بالظبط بقول لك 3 4 دقائق هتلاقيها استوت معاك. نحضر اللي بعده على طول. شويه زيتون كده اهوت شرايح هنفرمها. خلي الاخبار تنفعك. حلو، اخدنا الايه ادي برضو الجبنه الرومي وشويه زيتون، ناخد ايه حته فلفل اخضر كده، فلفل احمر برضو معاها. والله اي حاجه يا جماعه تشتغل في سندوتش ده هتشم ريحه دلوقتي بقى، هتلاقي الريحه بدات تطلع من المكنه دلوقتي. هنبدا نفتح عليها بس سيبيها ما تستعجليش عليها، يعني مش كل شويه. بصي الحاجات اللي زي ديت او المكنه اللي زي ده ما تستعجليش عليه. اول لما تشمي ريحه فيها مثلا حاجه كده دخان طالع كتير وبتاع ابدا افتحي، لكن طول ما هي شغاله كده وكيوت كده وجميله جنبك كده ولا تيجي ناحيتها خالص. تمام، تعال نشوف العجان اخباره ايه. حطيت بس معلقتين دي كده بيلموا بس العجينه معايا. نقلب ده يا استاذ حمدي كده اهوت الشكل اللي حضراتكم ديت. تعالى يا عمر جيب واعتقد كده العجينه بقت تمام يا استاذ حمدي، نقدر ان احنا ايه يعني نشوفها كده، نشوف ايه الاخبار. نفتح كده ونشوف، ممكن تعمليها على ايدك برضو زي الفل. ايوه ما شاء الله حلو قوي. هننزل اهي، لو احنا بصينا كده على الماشين اللي معانا ديت هتلاقي بدات ايه زي ما حضرتك كده شايفه بتطلع الدخان كده. تعالوا نبص عليها كده، نفتحها ونبص عليها بسم الله. اهي شايفه الموضوع؟ لا لا شغل عالي قوي قوي والله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. بص طالعه عامله ازاي، بصي من هنا اهي. بس نسيبها بقى تحمص بقى شويه، يعني ممكن نقلبها كده على الوش الثاني، نقوم قافلينها كده ونسيبها يا باشا ايه تكمل الوش الثاني. انا بقول لك من امتع السندوتشات اللي انا بعملها، جميله، وبقول لك الوقت بتاعها سريع. اي حشوه عندك شغال، اي شويه جبن شغالين، هتقبل اي حاجه معاك. الفكره اللي هي فعلا 4 دقائق 5 دقائق هتلاقيها طلعت معاك السندوتش تقدميه. طب العجينه استوت؟ العجينه استوت 100%، يعني نزلت 100% لان العجينه اصلا رفيعه جدا والوشوش بتاعتها بتبقى سخنه المكنه، فطبيعي انها هتستوي على طول. يعني الكلام ده الكلام الجميل بقى يا جماعه، خلصت عيني. تعالوا بقى ايه ناخد اول طبق. طب الجبن من جوه يا عم حمدي، الجبن من جوه سايحه، انتوا ما انتوا شايفين الدنيا يا باشا، الدنيا ايه، الله اكبر. تفتح السندوتش بقى وتاكله حاجه محترمه جدا اهو، ومتبصم على المكنه زي ما قال الكتاب. خد كام بالظبط يا جماعه؟ 3 4 دقائق زي ما اتفقنا، حاجه كده في منتهى السهوله. يعني تعالوا بقى نشوف نقدمه ازاي. ورقه زبده، انت لو هتاخديه، لو انت بقول لك لو في مصايف وكده وطالع بحر هتلفيه بورق زبده وبعد كده فويل بس يفضل سخن معاكي. هو في ناس والله فعلا عاملاه كده. تعالوا بقى نشوف اهو، نقوم واخدين اول واحد كده ونقوم مقدمينه كده بالشكل ده، ونقوم يا استاذ حمدي واخدين. بص
يا باشا احنا برنامج اسمه المطعم، كل حاجه تقدم مطاعم. ادي قدام حضرتك اهيت مع البطاطس وبالهنا والشفا. تعالى نعمل واحد تاني يا اسحام كده في السريع. ده هقول لها كده اهوت بقى ايه، نقوم مريحينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. أنا مصدوم منك يا حمدي. حتى عم أحمد دخل في الحوار. بص يا باشا نغطي العجينة كده اهوت ما نكورهاش، سيبها كده زي ما هي ونبدأ إن شاء الله نعمل إيه؟ واحد تاني بالجبنة الرومي، هنعمل اتنين كده من كل حاجة على طول. نركز مع بعض، بص بقوم واخد عندي العجينة. بقوم واخد عندي الحشو كده اهوت، اهم حاجه ايه يا جماعه نقوم حاطينه في النص كده بالظبط. طيب اكيد في طبعا اتصالات هتبدا تيجي، من ضمنها الاستاذه رنا يعني تواصلت مع الاعداد وبتقول لو انا ما عنديش الساندوتش ميكر بتاعنا اللي هو احنا شغالين بيه ده نعمله ازاي؟ على طاسه على النار عادي جدا، ولكن هو الفكره وينفع على الجريل. هو الفكره في المكنه ايه؟ فكره اللي هي بتسوي الحاجه حلو جدا وفي نفس الوقت بتكبسها وبتديني الشكل ده وبتخليها لي مقرمشه، فاهم ازاي؟ التانيه هتشتغل عادي يعني لو طاسه عادي هتشتغل بس مش هتطلع لك الشكل ده. بالمناسبه والله الحاجات ديت يعني الحاجات رخيصه يعني المكنه الصراحه يعني مش غاليه. بص بقفل كده واقفل بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه وهوب نقفل كده اهوت ونقوم رايحين فين؟ ما نديناش زيت بقى خلاص. حاول بس تمليه على قد ما تقدري وما تمليش، خلي بالك الحشو قوي، خلي بالك عشان وانت بتضغطي ما تطلعش بره. يكون في سنس كده في العجينه وانت شغاله بيها، هي كده تمام. نقوم قافلين وضاغطين ومعنا في سندوتشات زي ما اتفقنا المصايف جميله قوي، عجباني الفكره، فكره سهله قوي. ناخد اهو ده اهي نقوم حاطينها ورق زبده نقوم لافينها. انا بس بنقعدها عشان احنا تلفزيون، لكن حضرتك لو انت في البيت وفي مصايف وبحر وكده تقومي حطها في ورق زبده فويل تطلع 10 على 10 تفضل معاكي طول اليوم. تعالوا نعمل حشوات تانية سريعا. طيب ايه اللي موجود هنا تاني؟ يلا الستريبس، يلا بينا. عندنا شويه فراخ كده ستريبس هنجيبهم نكون محمرينهم كده ونبدا اللي احنا نشتغل بيهم بالشكل ده اهو. لا بصلايه بس يجيبوها لي وشويه ثوم صغيرين بس. هنا استاذ حمدي نقوم حاطين عندنا شويه زيتون والله عليك، جبن ميكس جبن، كل الخلطه اعمليها لوحدها كده على طول في مع بعضها، فاهمه ازاي؟ كده اهو كده ايه جاهزه معايا، جاهزه. خش على مين؟ على الخطوه اللي بعد كده لقمه العيش نقوم جايبينها. بسم الله العجينة بس الناس اللي بتسأل يعني بتسيبيها 5 دقايق، انت بتقطعيها زي ما انا قطعتها كده وخمس دقايق وابدأي اشتغل على طول، فاهم ازاي؟ اهي فما تسيبيهاش كتير تتخمر يعني دي اصلا انا ما ينفعش ان انا اسيبها كتير قوي كده، حاول على قد ما تقدر يعني ما تسيبيهاش كتير في التخمير وما تحطيش دقيق كتير تحت في الفرد ها عشان ما يعملش عازل والساندوتش يلزق في بعضه. يلا اخد عندي الاستريبس بتاعنا والجبن والزيتون كده هو كله مع بعضه، والعجينه دي كمان هشتغل منها حلو كمان نفس العجينه دي. اقوم واخد دي مسكن كويس جدا العجينه ديت، اقوم واخدها كده ومسكنها كويس جدا. بعد كده اقوم شايل وهوب نقوم رايحين فين؟ عندي على المكنه بتاعتنا
واضغط عليها كده ضغطه حلوه اسكنها، وبعد كده نقوم قافلين ونقفل 3 4 دقايق يا باشا ونطلع وناكل. ناخد عندنا حشو اللي بعده، هنعمل 2 من كل حاجه زي ما اتفقنا، شويه دقيق صغيرين جدا، ببدا ان انا اوزعهم. حط عندي الفراخ الاستريبس بتاعتنا مع الجبن ومع الزيتون، اي اضافات تانية ممكن تضيف لها، ترك مدخن، سلامي، بيبروني، اللي انت عايزاه والله، يعني اي حاجه انت عايزاها تشتغلي معاك، يقبل اي حاجه في اي حاجه يشتغل معاك. نقوم واخد دهوت كده الوش التاني، وبايدينا ولا مردنا ولا عملنا اي حاجه، كله يدوي في يدوي. نقوم شايلين حاولي بس الاطراف ما تجيبيش عليها حشوات عشان اعرف ان انا اسكن العجينه زي ما حضرتك كده شايفاها كده. لو عايزه تتاكدي اكتر العجينه بتسكنه اكتر صح، بصي اعملها كده. عندنا حشو تاني هو السوسيس بقى، بص بجيبه نقطعه شرايح بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، يلا مقادير العجينه الاستاذ حمدي هيبدا ينزلها حضرتك دلوقتي على ما اقطع البصلايه ديت. هقطعها عندي ايه شرايح اهي جوانح كده اهو، تمام كده قطعناها كده اهو. بصي بقوم فريمه كده بايديا البصلايه، واقوم حاطط عليها شويه سماق صغيرين، ماشي الكلام الجميل ده اهو، نقوم حاطينها كده ونقوم ايه راكنينها جنب. هوب نقوم جايبين عندنا شوية طماطم برضو كده، الدلع جاهز، الدلع جاهز، فلفل أحمر وفلفل أخضر رومي 2 مع بعض. ونقوم واخدين الكلام ده كله ورايحين فين؟ عندي على طبق عندي على النار شوية زيت صغيرين، حط عندي البصل اشوحه، وبعد كده اقوم نازل عندي شويه السوسيس بتوعنا اللي احنا عاملينهم وقطعينهم شرايح مع البصل والسماق، وبعد كده اقوم نازل عليه بايه بشويه الطماطم، سنه ملح، شويه فلفل، عشان يسيبهم يبردوا شويه. نبص عندي على المكنه عم حمدي ونبص هنا الموضوع ماشي ازاي. بسم الله الله اكبر الله اكبر، حاجه محترمه. هقلب واسيبها ايه شويه كمان، يعني دقيقه بالظبط كمان، ونبدا نشيلها ونحط دي الحشوه اللي باقي. يعني مجرد ما بشوحها كده اهوت بقوم جايب عندي يا استاذ كده طبق زي ده كده، واسيب الحاجات ديت ايه تبرد معايا الاول، واقوم رايح واخد لها شويه جبن عليها كده من فوق، هذه الجبن بتاعتنا، واقوم سايبها كده اهوت ايه تبرد شويه. طب الجبن اللي انا حطيتها ليه دلوقتي؟ يعني تفتكروا انا حطيت الجبن ليه؟ عشان ايه لما الجبن تشم ريحه السخونه بتاعه السوسيس فتبدا ليها تتسمغ جواهم، فاجي احطهم على الساندوتش ما يفكش مني. نفتح خلاص، عدى دقيقه نقوم فاتحين. قرمشه ايه؟ انا عايز اسمعك الصوت، سامعه؟ اهو نقوم واخدينها ونقوم حاطينها هنا، ونقوم واخدين الباشا التاني ده ونقوم برضه ايه رايحين على ما نبدا نعمل حشو السوسيس بتاعنا. ممتع، تخلص ديت تخش على اللي بعده. ناخد عندي العجينه وما تسيبيش العجينه تريح كتير،
دي الفكره. شويه دقيق صغيرين مش كتار، كل الحاجات اللي بقولها لك دي مهمه بالله عليك تخلي بالك منها عشان حاجه تطلع معاكي مظبوطه 100%. اعمل كده اهوت، افرد بايديا، اتاكد العجينه كده ايه بحررها كده من تحت ما تبقاش لازقه في الرخامه، فعشان كده كل شويه لازم اعمل الحركه دي، اقوم واخدها كده واقوم ايه شايلها كده اقوم حاطها تاني، وبعد ما افردها بالذات لازم اعمل الحركه دي، اقوم شايلها واقوم حاطها تاني كده. هاخد عند الوش التاني اهو ونفرد بايدينا. لسه بقى ايه اللي جاي بقى تقيل قوي بقى، ميكس جبن وبالشوكولاته. ناخد عندنا بقى السوسيس بتاعنا اللي احنا عملناه بالسماق وبالجبنه وبالطماطم، شوحناه كده تشويحه بسيطه دينها لاول حاجه اللي هو بالسوسيس اللي احنا عاملينه، ونفس الفكره نسكن بايدينا كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو، وتعالوا نبص هنا اهو مش شايل بالراحه خالص، حاولي بس على قد ما تقدري زي ما انت شايفه انا بتعامل مع العجينه ازاي، انا ولا بتتفتح مني من جنب ولا من حاجه اهو من يمين وشمال اهو، حاولي على قد ما تقدري مع ان العجينه طريه بس انا بقدر اتحكم فيها كويس جدا. تعال نفتح الايه الباشا ديت، نقوم قلبينها على الوش التاني كده عشان تاخد كل مستوى مظبوط، ونركن دي كده ونقوم رايحين سند بسيطة جدا حبيبي خير، وتقوم واخدها كده حاططها، واخد عندي الحشو التاني من السوسيس برضو زي ما انتم شايفين. بص الجبن بقى سمغت ازاي جوه الحاجه، ما بتفرطش منه ولا حاجه، تفضل في مكانها زي ما هي اهي، ماشي الكلام، ماشي الكلام الجميل. بس انتوا متخيلين واخده كميه حشوه قد ايه؟ هاخد عندي العجينه التانيه او الوش التاني اللي هبدا اشتغل بيه، شوية مخلل بقى، شوية بطاطس جنبهم، أي عصير معاك يشتغل أهو. نفرد العجينة كده طبعا، السمام مش عايز أقولك الطعم بتاعه أصلا عامل إزاي. هنا ايه الاخبار؟ تعالوا نفتح هنا ونشوف عندنا المكنه عامله ازاي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ما شاء الله، ذهب ذهب ذهب. نقوم واخدينها ونقوم حاطينها هنا، واخدين عندنا سوسيس ده بقى، السندوتش ده مليان شويه. الميكس اللي انا عامله ده يا حمدي برضو جامد جدا، لانشون وجبن، جبنه فلامنك حطيتها، حطيت جبت منها شريحه كده، زيتون، فلفل اخضر، ودي العجينه اللي انا عملتها على الهوا بقى، يعني اللي انا كنت شغال بيه ده قبل كده كله، دي العجينه كانت قبل الهوا كنا عاملينها عشان ما كنتش هلحق ان انا اعجن وهسوي الحاجات دي كلها الكميات دي تطلع، فعملنا نص كيلو قبل الهوا، لكن العجينه اللي انا شغال بيها دي حاليا دي اللي احنا عاجنينها اهيت على الهوا، هقوم واخدينها كده اهيت ضاغطين ضغطه. طالما بص بدأ، بص سامع الصوت ده، حس ان في حاجه ايه شغاله جوه الايه المكان ده، ده الجبن بيبقى بتسيح، فطالما الجبن بتسيح يبقى اذا العجينه استوت، ده طبيعي يعني، امال هتسوي ازاي او هتسيح ازاي، لازم العجينه تكون ايه استوت، عشان كده طلعت الحاجه اهو يا عيني، ده شغل عالي من عندي في مونتي اهو. نقوم واخدين يا باشا الكلام الجميل ده اهوت، ونقوم حاطينه هنا الله يا مونتي، المشروع ده اهو
ينجح معاك 10 على 10. اقف على اي بوابه بعد مارينا كده، بعد مارينا 2 او 2، وانت اقف بعربيه كده حلوه تمام، وحط اللوجو بتاعي عادي مفيش مشكله، انا مسامح. ساندوتش ميكر مونتي. طيب تعالوا نعمل عندنا الايه بقى، بالشوكولاته وبالتفاح. يلا ده تفاح بجيبه غير ما اقشره غير ما يعمل اي حاجه، بغسله طبعا كويس جدا. وهركزي بقى في ايه، في الحلو. ايوه حسن شكرا. معلش تمام، ادي التفاح بتاعنا الجميل ماشي، عشان هي العجينه مش هتجيبها الا واحده بس. موز، يا نهار ابيض، خطيره خطيره. طويله وعاليه. شويه مكسرات يا باشا كده عليها من فوق. فطير التفاح بقى على الرايق دي بقى، فطير التفاح من قلبي يطلع يا ولد العيب. خش يا باشا بقى ايه، هنقوم واخدين عندنا ونقوم واخدين دي الحشوه ديت، نقوم حاطينها كده عليها من فوق دي بقى ايه، يعني نقول ايه، نسكرها كويس، نقفلها كويس، فاهم ازاي كده؟ شوية دبس بقى عشان الدايت والنبي يا جماعة، عايزين بس عشان ال بص بقى مقفلها دي ايه؟ مقفلها اهو كده وكده يا باشا، ودي بالشوكولاتة اللي مقفلينها فتحينها كده ده، بس ايه متغطين ضغطة كده بالراحة خالص، دي الحلوة. ها شوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. شفت بقى الحاجة المشبرة ديت، اديها هنا كده نفتح، الله اكبر، نقوم قلبين على الناحيه الثانيه، هنقوم قافلين تاني. حاولي بس تقفليها كويس، ها يعني لازم تتاكدي من اللوك يبقى مظبوط، بس لازم تتاكدي اللوك بتاعها يبقى مظبوط عشان تطلع مظبوطه معاكي ومتبصمه صح. واخده بالك انت من انتاج عامل ازاي؟ الموضوع مش صعب والله، الموضوع هو العجينه بتتعمل اللي احنا حاطينها كوبايه لبن مع معلقه كبيره من الخميره ونص معلقه صغيره من السكر او نص معلقه كبيره من السكر، وقلبناهم مع بعض لبن دافي، وبعد كده حطينا عليها علبه زبادي صغيره، بعد كده خدناهم وقمنا حطيناهم فين؟ في العجان، حطينا عليهم نص كيلو او ثلاث كوبايات دقيق او نص كيلو من الدقيق، وبدانا نلف عندنا العجينه ديت، وحطينا معلقه زبده معاهم في الاخر، زبده طريه. موضوع سهل، خدنا العجينه وقمنا مقسمناها بالسكينه او بمقطع وما نكورهاش، سيبها كده زي ما هي، سيبها ترتاح 5 ل 10 دقائق وابداي اشتغل على طول. اي حشوه عندك، بواقي عندك، فطار، بيض عندك، بقول لك حاجه مسلوقه عند الموجود يشتغل مع شويه جبن بس، عشان طبعا انتوا عارفين ايه، احنا كلنا بنضعف قدام الجبن، فاي حاجه بالجبن بتشتغل معاكي، فراخ عندك باقيه معاكي مشويه، شرايح لحم مشوي معاكي، اي حاجه تشتغل معاكي. طب تشتغل معاكي حلو كمان، ما هو ده اللي احنا دلوقتي بنعمله اهوت، بعمل لك حلو وبعمل الحادق برضه، موضوع منتهى السهوله. طيب لو انا باقي معايا عجينه زي ديت واحده هيت بس اللي باقيه، هستغلها برضو اهي، بص هفردها، هنعمل نص ساندوتش بيها، مفيش حاجه تترمي. يعني مثلا انت بقى عندك واحده اهيت في الاخر، هتقوم عاملاها كده، كلام جميل، اقوم واخد عندي الشوكولاته، ما تجيبش بس على الحروف يا جماعه اهم حاجه، اقوم واخد عندي الموز، اسف التفاح، شوية مكسرات، ويا سلام لو شوية قرفة بقى عليها تبقى حاجة عالمية. تعال نفتح دي بس، ايه نطلعها ديت، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حلو
تمام، عشان لو ما فيش وقت ان احنا نطلعه انا اطلعه لك ان شاء الله قبل ما اخلص واوريه لك. طيب هنا بص يا حمدي، انا حطيت هنا حشو فين في النص اهوت، تقومي عامله كده. دي خلاص اهوت، احنا كده اعتقد خلصنا. حشوات بسيطه جدا، قلنا قبل كده نقدر نعملها مصايف، سهله جدا، امكانياتها بسيطه قوي، الموضوع كله في المكنه. هل ينفع تتعمل على طاسه على جريل؟ ينفع والله لو كان في وقت يا حمدي، انا ناسي خالص الموضوع ده للاسف. يعني بص اهو دي جريل ظهر كده عندي، هقول لك الفكره بس وخلاص مش هكملها. يعني لو كان جات في دماغي والله الفكره من اول انا كنت للاسف كنت عملتها لكم والله، انا بعتذر. يعني هي الفكره كده بتقوم عاملاها كده اهي، او عندك لو عندك طاسه جريل يعني هتشتغل معاك، وتقومي عامله كده. لا هطلعها، هطلعها لك بس من ناحيه واحده بس، واقول لك ازاي. بص يا استاذ هطلعها بس من ناحيه واحده بس مضلعه، كان في وقت والله كنت عملتها. بص بتقوم عطاها كده اهو، فاهم ازاي؟ ونقوم جايبين عندنا طبق زي طبق راك اهو، نقوم واخده الطبق الراك الجميل ده اهو، تحطها كده عليها وكبسه عليها كده، فاهم ازاي؟ وتضغط عليها كده اهو، هتطلع بس من جنب واحد، ولما تقلبيها ممكن على الوش التاني تاخدي نفس الضغطه دي فتطلع معاكي كده. بس خلي بالك الجريلا اللي معايا دي، اللي معايا شغال بيها ديت، التضليعه بتاعتها يعني اكتر شويه من الجريلا العادي. بصي ده الجريلا العاديه اهيت اللي بتبقى عندنا في معظم عندنا ستات البيوت، ما بتبقاش التجزيعه باينه قوي، لكن دي بص التجزيعه عامله ازاي، تعملي عليها قطعه لحم ستيك ديت او برجر تطلع معاكي زي ما قال الكتاب. طيب احنا على العموم قلنا الفكره وتقدري تنفذيها كده او كده.